عمر ما كان الحجاب هيأثر على أدائها أو على فنها أو على تمثيلها، وده كان بيخليني ما أشوفش الحجاب. أنا نفسي أبقى ربع، والله العظيم أحلى الأدوار كانت وهي حسيت ان ده حب جدا لعمرها، وده صعب قوي ان الفنان يعمله. انا عاده او انا هتكلم عن نفسي، عايزه افضل على طول في المرحله اللي انا فيها، مش عايزه اكبر ومش عايزه، وحاسه مثلا لو كبرت مش هيبقى عندي نفس الفرص اللي عندي دلوقتي. هي كسرت القاعده دي بالنسبه لي تماما، لانه هي كمان ناس كتير بتحب ادوارها وهي كبيره قوي 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 يعني. مع كل الاجيال هي يعني موجوده، مع كل الاجيال هي ما اختفتش ما اتنسيتش. فدي حاجه حلوه قوي، نفسي اوصف والله، نفسي ان انا احب كل مرحله عمريه ليا، ويبقى ليا فيها شغل بقدره. ده انا ما بدوش حقيقي، ما بدوش حتى بره في العالم بيكتئبوا، لما بيكبروا بيكتئبوا وبينعزلوا وما بنشوفهمش خالص، ممكن ما نشوفهمش خالص. لكن هي حبت كل سن، حبت كل سن، وحبت انها هي امها، حبت وهي جده، حبت كل حاجه. فده حاجه صعبه قوي. وطبعا كمان هي ممثله عظيمه، بس امبارح كنت قاعده مع استاذ محمود حميده وقال كل صوت دي شخصية ولون، هي بتقدر تغير لون صوتها في أي أغنية بسهولة جدا. فسمعنا أغنيتين، أغنية ليها أغاني على فكرة أنا مش فاكراها، يعني أنا أوعى الأغاني اللي هي كل الناس بتسمعها في جدتي، زي كل اللي زي كنت ناسي أفكر في بس هو سمعنا أغنيتين حقيقي، الأغنيتين كأنهم مغنيين اثنين مغنيات بيغنوا، ولا ده لون نفس صوت البني ادم بس اللون مختلف تماما. فحسيت ان هي عظيمه بجد، حقيقي عظيمه، يعني انها تبقى ممثله بالقوه دي ومغنيه بالقوه دي، الاثنين مع بعض ده نادر قوي، نادر جدا. عاده ممكن تبقى بتجيب حاجه على حساب حاجه، او في حاجه واخده من حاجه، لان هي ما كانش عندها ده، كان عندها الاثنين في بالانس ما بينهم جدا، بدليل الحفلات اللي كانت بتتعمل في الاوبرا. وهي دي حاجه كانت بتلفت نظري جدا، انا عمري ما حسيت ان جدتي محجبه على المسرح بتغني ولا ممثله محجبه. انا عمري ما شفت ده، مع ان انا ممكن احس انه لما ممثله مثلا بتتحجب بتبقى متقيده شويه في التمثيل، وبتبقى مش قادره تمثل زي ما كان قبل الحجاب، وكثير منهم بيعتذروا. لكن جدتي مش كده خالص، جدتي ما اعتذرتش، لان هي عمرها ما كانت بتشوف انها بتعمل حاجه مش مهمه جدا. هي كانت مؤمنه جدا باللي هي بتعمله، مؤمنه جدا بفنها، فنها قوي وفنها مهم، وان الفن ده بيربي اجيال. فعمر ما كان الحجاب هيأثر على ادائها او على فنها او على تمثيلها، وده كان بيخليني ما اشوفش الحجاب، ما احسش ان في حاجز ما بيني وما بينها زي ما انا غصب عني بحسه مع ناس ثانيه. وهم حتى لسه ممكن يبقوا حاسوا ده في نفسهم من بطولتهم. فهي ما كانتش عندها ده خالص، يعني حتى كمان ماما كانت تحكي لي انه ناس كتير كانوا فاكرينها هتعتزل. قالت انا هعتزل عن ايه؟ انا ما بعملش حاجه حرام. قالت انا بعتزل عن ايه؟ اللي اعتزلوا اللي بيعتبروا حاجه حرام، انا ما بعملش حاجه حرام. تمثيلها حقيقي نضج مع الحجاب، وبقت في حته ثانيه خالص بالنسبه للفنانين.
فأنا بحب جدا حبها للفن لأن هي بتقدسه بجد كشخصية رهيبة. أنا عشرت جدتي أكتر ما عشرت جدي كتير، وحبها واحترامها للفن علمني إن الفن مش مجرد إن أنا أمثل أو إن أنا أعمل دور علشان الناس، طبعا الناس بتبص بخارج، بس هي رب. أنا حاسة إنها ربت بأدوارها، الناس اتعلمت حاجات كتير في حياتها، والناس اتعلمت حاجات كتير في سلوكها. وهي كانت دايما تقول ان التمثيل ان لا تمثل، انك انت ما تمثلش، انت تعيش الحاله بجد. فانا بحب ده قوي فيها، وحقيقي انا نفسي ابقى ربعها ان شاء الله. الحقيقه انت جاوبتيني على السؤال انا كنت عايز اساله، بس انت جاوبتي عليه. السؤال اللي جاي تحديدا اللي هو الى اي مدى هي كانت متسجمه مع بعض التفضيلات وقادره انها تكمل دي، لان انا شفتها حفلات الاوبرا وهي بتغني بالحكايات ومندرجة ومنسجمة وسعيدة وكأن هي نفسها هورس فاين، كانت تغني بالخمسينات والستينات والسبعينات بدون أي فرق يعني، ونفس الشغف والاستمتاع بالدنيا تغني. لأنها تصدقني أنا جدتي ليه إحنا بنحب تمثيلها كمان بالحجاب أوي، لأنه هي مصدقة اللي هي بتعمله، مش شايفة إنها بتعمل حاجة ضد مبادئها أو ضد قناعتها. وهو من هنا جه الموضوع انه لما قالوا لها هتعتزلي بقى فنانه لما تتحجبي، قالت لهم اعتزل على حاجه يعني اعتزل على لو حد عمل حاجه غلط، انتوا تعتزلوا لانكم بتعملوا حاجات غلط، بس انا اعتزل ليه؟ انا بعمل حاجه مهمه جدا، ده اللي خلاني احب شكلها، احب وصدقها، ما بعملش حاجه حرام. هي مقتنعه جدا ده، واحلى ادوارها كانت والله العظيم احلى الادوار كانت.